بقول يبدو لسه ما اعرفش. وهنا امامنا التغيير فعلا، حسين المجاهوي اول تغيير بالنسبه لي الاهلي دلوقتي. وادي الكوره سعيد المولد يلعبها الى فدفى، الارض الى سعد الامير، الى فدفى من تاني، حلوه الكوره، عبد الفتاح، عبد الفتاح يحاول، رجعت لسعيد المولد يلعب العرضيه على القائم الثاني، المؤشر يحاول يلمس الكوره، المؤشر يسدد، والهدف الاول، الهدف الاول، سلمان المؤشر، مؤشر الاهلي في الشبكه، مؤشر الاهلي في الشبكه. وقلت لك الاهلي قرب من مرمى الباطن، قلت لك الاهلي قرب من مرمى الباطن. والدقيقة 59 أخيرا سلمان المؤشر، سلمان المؤشر ومؤشر الأهلي بهدف 1-0. سلمان المؤشر في الدقيقة 59 بعد سيطرة في شوط اللقاء الثاني ومحاولات من الباطن حاول يطلعها ألفيس، لكن تسديدة سلمان رايحة للمرمى. هو للتسديدة عدت على مزيد، حاول يطلعها ألفيس لكن المؤشر نويها، المؤشر نويها.